الفائز بالمركز الاول لهذا الشوط سيارة نيسان ستيشن. مشاهدينا الكرام، مقدمة من اللجنة المنظمة لهذا المهرجان الكبير. وهذه الانطلاقات مهرجان اليوم الوطني لدولة قطر الذي صادف 18 من شهر ديسمبر لعام 2013 في هذا العام وهذا الموسم. مشاهدينا الكرام، يحتفل الجميع بسباقات اللجنة العربية الأصيلة بتنطلاقة أشواطها وتحدياتها في مسار يجمع الجميع هنا في هذه اللقاءات وهذه التحديات. على بركة الله يسير هذا الشوط ليعلن حضور الأسماء القادمة بكل قوة من كل الشعارات الخليجية ومن كل الميادين. مشاهدين الكرام، ليشاهدوا ويحتفلوا بهذا المهرجان. إنما هي سباقات الأجن مشاهدينا تتم من خلال التواجد والتحدي مع مشاوير التنافس المميزة بين هذه الشعارات وهذه الانطلاقات. هذه اللحظة نسير ونقترب مشاهدي الكرام بحضراتكم إلى المركز الأول والذي سجل هذا الشوط 40 مشاركة من خلال مشاركات القعدان الثنائية بين المحليات والمهجنات لتنطلق به الأسماء وتنطلق به هذه الأرقام الحاصلة على تحدياتها. وصلت لهذا السن وهي تسير من سن الصغار، أكيد بلا شك سجلت لها رموز وسجلت سيارات، سجلت تحديات. مشاهدين الأعزاء، والضاح والقاضي لا زال مسيطر، القاضي سالم بن سعيد بن مهيرة هنا في هذه اللحظة، والضاح مانع بن خليفة بن رشيد المركز الثاني. اللحظات الأخيرة، السلام إماراتي أو السلام قطري، التحية من خلال هذا المسار. الله يا وضاح، وضاح إذا مشاهدينا الأعزاء يتسلل إلى المركز الأول وإلى قيادة الشوط مانع بن خليفة بن رشيد السويدي، ولا زال القاضي يحاول أن يعود إلى المركز الأول. القاضي وضاح، وضاح والقاضي مشاهدينا الأعزاء، ولكن خلاص وضاح، سلام إماراتي السلام، سلام جميرة السلام. هذه لحظات الوصول مشاهدينا الكرام، والتحية والناموس مانع بن خليفة بن رشيد السويدي. المركز الثاني ياتي القاضي سالم بن سعيد بن مهيرة. المركز الثالث مبشر حمد بن سهيل الحفار المري. والمركز الرابع يصل مشاهدينا الاعزاء لحمد بن راشد وحمد بن غدير. ياتي مخلص المركز الخامس. المركز الخامس مروع لناصر بن مبارك بن فهيد العجمي، يحتل المركز الخامس في هذه الانطلاقة. مشاهدينا الكرام، هكذا حفلنا الكريم مشاهدينا الأعزاء كانت نهاية هذا الشوط بالاحتفالية والتنافس القوي، ولكن في اللحظات الأخيرة وفي النهاية الأخيرة كان وضاح حاضرا بالمنافسة بقوة بعدما كان القاضي متمسكا بالقيادة. يأتي وضاح لينتزع المركز الأول لمانع بن خليفة بن رشيد في هذه اللحظة. 13 دقيقة 11 ثانية، 6 من الأجزاء من الثانية. ثانينا والناموس مانع بن خليفة بن رشيد السويدي. المركز الثاني 13 دقيقة 11 ثانية، 76 جزء من الثانية. ثانينا والناموس لسالم بن سعيد بن مهيرة المري على هذا الفوز والانتصار. المركز الثالث كان مبشر 13 دقيقة 13 ثانية، 46 جزء من الثانية. ثاني لحمد بن سهيل بن حفار المري على فوز مبشر بالمركز الثالث. ثانينا لكل الأخوة الفايزين مشاهدينا الأعزاء. See you later.